مشكلة فوق المشاكل لا تأتي فرادى، يعني الخسارة ومن ثم إصابات. هو أبعد لاعبين، بعدين تورط، سعد انصاب، ضرغام انصاب، ميم انصاب، وأنا بس خلينا نوقف عند ميم، والله كرزاق ما أنت مهاجم كابتن، يعني ما أعرف ميمي، ما أعرف سبحان الله، يعني لقطة الإصابة مات غريبة جدا، يعني أنا شخصيا والله انقهرت عليه، تعاطفت وياه جدا، لان يعني الولد ما اعرف ايش يسوي، ما اعرف يعني يحاول ان يعيد نفسه بس ما جاي يقدر. شفت هاي حاله طبعا طبيعيه جدا، مرات المهاجم يمر بظروف النحس وعدم وانعدام الثقه. الكابتن شهر شهرين ما يخالف، تصير شوف اكو مهاجمين يعني خلينا نقول عظماء ما قدروا يسجلوا شهرين او ثلاث اشهر، فحاله طبيعيه جدا. لكن اللاعب الزين واللاعب الجيد هو اللي يبدي يعالج نفسه او يحسن من مستواه ويعيد ثقته بنفسه. يعني ميمي هو الان تقريبا خلينا نقول وصل الى مرحله الاحتراف، احترف بالبرتغال واحترف باليونان. كان المفروض انه ما يستعجل خصوصا بالدخول باجواء الدوري الاوروبي، يعني شفته نقول عنده توهان بالملعب، حتى يعني استقباله للكره وتسليم الكره ما كان ميم اللي احنا نعرفه، يعني تحس به انه بعيد كل البعد عن المستوى اللي كان يظهر به مع المنتخب الوطني. فلذلك ممكن انه دخوله السريع مع فريقه وعدم وجود فتره تحضير يعني نقول كبيره، فلذلك انا اشوف طبيعيه جدا. ممكن هواي لاعبين يدخلون للفريق بسرعة لكن ما النتيجة ترجع علينا، يعني ميمي خسارة على عباس، هسه يلا رجع بعده، عندنا موجود أيمن ومحمد داود على عبد الزهرة كابتن نعيم، يعني